مرحبا، كيفكم؟ بتمنى تكونوا بخير. بفيديو اليوم راح احكي عن موقع رائع جدا اسمه Wolfram Alpha. طبعا اللينك لهذا الموقع راح احط لكم اياه في الديسكربشن بوكس. فكرة هذا الموقع انه اي سؤال بخطر على بالك راح يكون في اجابة له من خلال هذا الموقع، لانه بتعامل هذا الموقع باكثر من دومين، ماثماتكس، ساينس اند تكنولوجي، بجميع ايش؟ بجميع فروعها، مثلا بموضوع الكالكولس، الجيومتري، هندسة، بالماني اند فاينانس، اني دومين يو وونت في جواب لإله. طيب خلينا نحكي، مثلا انا بدي معادله بسيطه، خلينا نحكي 2x plus 2x equal enter. اوكي، مباشره هون راح يعطيني ايش؟ راح يعطيني الجواب لإلها. اوكي، وبرضه كمان ممكن تجرب لو مثلا بموضوع الكالكولس، اي معادله بالكالكولس. اوكي، خلينا نحكي انا عندي هنا في معادله، تمام، هاي الحل لإلها، بيعطيك حتى خطوات الحل والاجابه لهذا الحل. طيب نقطه ثانيه اللي هي مثلا سؤال عادي، مثلا what is the population of Jordan، العدد السكان في الاردن. اوكي، بعمل انتر، هاي بيعطيني انه عدد السكان 10.2 مليون بيبل. خلينا نحكي مثلا انا بدي عملة الاردن شو هي، خطر على بالي سؤال عملة الاردن، what is the currency of Jordan. اوكي، بعمل انتر، بكتب السؤال بالباكس، وبعدين بستنى شوي صغيرة، بيعطيني العملة هيتها جوردانيان دينار، وبيعطيك العملة مقابل الدولار واليورو وباقي العملات. وبهيك احنا وصلنا الى نهاية الفيديو. لو عجبكم الفيديو يا ريت نعمل لايك وندعم القناة بالضغط على زر سبسكرايب. Have a nice day. سلام.